ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده لقمه كده على الماشي؟ الله، انت بقى عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه، ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش زي الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش غير. ها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوب لي اجليطس. اتفضل اتفضل. بلاش السايب، خليها ازازه اكليطس. كتر المزة اكليطس. اخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد ثلاث سنين. طلعت بتلتين المده. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه ايه ايه؟ عنك انت. حسب مرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الازازه اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجيش دول Thank you.
شكل غيرك ما يغرق. هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. اه. قول لي العالم دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ليه؟ يا نهارك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفش على الفلوس. حصل ولا حصلش؟ حصل يا سعادة البيه. وده في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص. ما ولادك ولا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفاية؟ ايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام. ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعاده البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهره جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد وابرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع مش ليه؟ عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف. اسمك يبقى زي البرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تدرنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه. بس الولد دول حاسه امين. بقول لك ايه؟ مش عارف انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا. اتفضل شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجة تتاكل؟ العافية يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبة الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم؟ عايز حاجة؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات. عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو امال؟ اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه ده؟ في امانة. ايه هتوصلها؟
لا حبح هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيع حتم باسمي. باسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرك ده إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بالشغل اللي عنده من أمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنة. إيه؟ فيها إنة. العمل صح. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري. لا 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 بلاش شط، دي ملهلبة أوي. حد صبعك فيها وهي تبرة. هي يا معلمة. الشط خفيف. ماشي ثلاثة دوب صلصة زيادة صلصة خلصة. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايا يا سيد ما تقف قوي وتتكلم عند المار. أنا مستني لما واحدة زيها بتعدين. أنا لا زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ أنا عملت لها حاجة؟ أنا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلك العيش يا ابن والدي. واللي عايز يقرق يبقى يروح القرقوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده. ماشي يا اسطى. دليا. نعملها معاك. هتقول فين القهوه يا من عينيا يا ست كل. سليمة الحمد لله. أنا عارف بيجروا كده إيه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامد؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. إنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. إلهي ربنا يهده. اتفضل. امسك يا أسطى. شكارها حلو. ما قلتليش إيه رأيك؟ صعب. صعب. أنا مش بتكلم على الكشري. ولا أنا. هنعمل إيه في حكاية العربية؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك بالصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يا ابا؟ دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال يمين الحكومه. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاه على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك. كلمه البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخساره. يلا بخساره زي بعض. انت العيال اللي معاك. خلاص بقى. ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمس ست سبعة ثمانية. الباقي من سجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلوة يا حاج. خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلي على النبي. اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي.
بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80-80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا. سلام. سلام يا صاحبي. وانت في السجن انا قلبتها الكندة، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمة يا حبيبتي. ثانية واحدة. اسلقها. تسلق ايه؟ وتحكها في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامة. وماله؟ ما هي تصبيلة برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي بكش ادينا احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته وشيل منابع. يلا بالعينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بتعشي. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. طلعوه. اللي بعد. ايوه ده. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق.
ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصلي بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا بركات. حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيه. بركات. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له يا بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه، اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيالك؟ انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعذبه ده؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليمه يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تابع عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع اللوسطه تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في الاسم. اتفضل سعادتك. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه، ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواكف عربية مسروقة؟ ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي، ودين الأبخار علي. صباح النار يا ابني. لا اله الا الله. ما باله انا عارف. معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. ايش ايام تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري. اخد بعضي. يلا. تعيش
هتعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت هتطفش نفوخ يا جد. وانا عاد فيها نفوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش، بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجية ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجة؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربية ما تتسجل هيحصل. العربية مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربية رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربية ملهاش دوسيه. سقطت ايه ده يا باشا؟ ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات. انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المقطم. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفايه بقى، كفايه ارجوك. اه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حد الله ما بينه وما بينه. ليه يا مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليل. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عينيا حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%؟ ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. لا
قليل الادب. من كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جب. طب حليلك بقك ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعبره لحمه. مالك يا بركات؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربية دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحة المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربال يبقى أعمى. وهي لو كانت متجوزة، إيه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركينا فيها؟ أنت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها إيه؟ لمسة واحدة من إيدي أخليها لك عروسة. ليه؟ سحار؟ لا، دكتور ميكانيك. دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من مزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها تلات أربع بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه. لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بـ4 جنيه بالصلاة على النبي.
وماشي المزاد. 4 جنيه 4 جنيه. بقول لك ايه؟ هي حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطه وده نصيبك يا زوكه وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكفي. دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلي في 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي كتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى انا حدهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا. خليو لو ما انتهى روحك بدع على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. Oh!
لا بركات، بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خوليو. نعم ايه؟ هات حبل قربة الرجالة. بركات. اوصل لابو نعيم. خليه يجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومة كلها. تبنى يا بلدينا. صلاح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخة بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله. انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص. عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره ب 2 ونص. تعال بص 2 ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعال بص 2 ونص. تعال بص 2 ونص. تعال بص 2 ونص. اديله 100 150 150 ونص. وتعال لو بص 150 ونص. تعال لو بص 150 وراك بركات 2 ونص. ماشي يا صاحبي. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14. واقفين في ملك الحكومة، هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويقة. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقف في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له عمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بين رمي الجتة تبيه جتة يا ابني. الله الله الله. عيني في عرض الحكومة. في عرض عرضك يا باشا. في عرضك يا سعادة الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربية لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطة. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. يلا كل واحد على حال سبيله. يلا يلا 2 ونص. وتعالى بص 2 ونص. تعالى بص 2 ونص. تعال بص تعال بص. طب 2 وبس. 2 وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. 2 وبس. 100 تعال بص 100. 2 وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم.
من ساب كارو اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناسع مني 10 بواكي هو الواد صح؟ معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل، لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر؟ أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. الماشفين دول استحاله طبعا. يعني عدم المؤاخذه نشوف لنا صرفه معاهم؟ لسه بتسال يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامه، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان، امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعوا لنا من غير ما يدفعوا. ابص لقدام. ازاي؟ هي كبيرة.
بتقول ايه يا باشا؟ طيب انا حصل عرضة عرضة غلطة، انت على غلطة. لا يا معلم. جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. رسائل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركاته؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. كم عليكم؟ منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم.
العربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش والله. طب يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردك وكلت البلح، هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على البنكو انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركاته؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي. السلام يا رجاله،
ده انا داي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصرة وكل عبده بدمعك. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا. ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راس التعبان. ما هو اللي عايزنا جينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ده ميه من تحت تبن. ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امن له. راح نادي على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش. عشان خاطري ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا. هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك زوق والله العظيم. جي افندم يا ملك. حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي. ليه بالصلاه على النبي؟ احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيدي الهلول انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا انا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، أنا مش هاخد منك حاجة. أنا هديكم. هتدينا إيه؟ الوكالة والأجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد إيه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركوتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العود ونقص على الإمضة. عد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفاية بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحة الكولونيا تتعبه ريحة البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطل؟ واشمعنى يعني انا اللي حطتهولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. زياش. وعشان انا. ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناسي اهو. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغلي مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال الام اف بي؟ ده صراصير ده مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والب بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظلك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كيمياء؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ غير ملك له هون. طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكر. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل ما ليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي، سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبداً. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع. Thank you.
ربنا تصله طول ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق. اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هايل. المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه. لا مش بالعافيه. بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي. حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا؟ لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة.
لهو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش. الا بطه، دي الحقيقه يا كوتش. بطة بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامرة، ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. أنا مش عايزكم تشتريهم لي. أنتوا هتدفعهم لي. أنت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي. مكسبي. نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الإم إف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده أهو. بالبساطة دي. أنتوا ناسيين إنكم برافان؟ باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعًا يا كينج. بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش بالبرافان ولا بالباترينا. ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنانه اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب. هتكسر هنكسر. هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي ده انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل.
سلام بقى يا صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. الدنيا بتمطر نسوان النهارده ولا ايه؟ ده مين يا عمر؟ بطل ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراعك.
شوكولاته. شمر شمر. عزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس مش ده اللي عايزه كينج. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجة. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركة، انا حر يا اخي. انت شريكي بنظمة ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. اخرس انت دي الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخرس بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. أنا عمري ما حد لمس مني شعرة واحدة، لا رضا ولا خصمانية. برا! كلمنا أنا هنا، فين مرزوق؟ راح في 60 داهية. تلاتة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجة ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكرة شيطانية يا أمين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج. كلها حقنتين تلاتة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج. كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرف بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في سريره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع. Thank you.
مرزوق. 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 رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش؟ شيل معايا كله. على مهلك. اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا براكوت. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذه. الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه. ارجوك ما تقطعنيش. مع العقود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلباتها. مع السلامة. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. دي صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج، يا كينج المزاد فاضل له اسبوعين اتنين. ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى بالشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي وبحضور كل من السيد وكيل وزاره الزراعه والسيد وكيل وزاره الاصلاح الزراعي والسيد مندوب وزاره الخزانه والسيد مندوب الرقابه الاداريه. وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ امين. ايوه كينج. انا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب. عشان المسائل تمشي قانونيه. 501,000. 501. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ ايوه يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمئة ألف. وخمسمئة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. هوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟
شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. أنا ماليش دعوة يا مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والماشي هم اللي ضربوا النار، مش أني، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كده، دي أوامر الملك، انفارتك، أنا بعرفك يا مرزوق، أنا مش ريق يا مرزوق، أنا صعب، حط علي يدك يا مرزوق، بلاش علي يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حط علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا يا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا.
ازازه الويسكي يا بلاقسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه واجي لك جاي. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وترصد. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا 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 Thank you.
الكوري برضو؟ لا ده انت عندك ناس ما غريبه مش شيطان ده صاحبي يا بنت صاحبي وصاحبك هناك على الهوا على كده انت مالكش صاحب ليه مين صاحبي دراعي وعم قرش سلام مش هشوفك تاني سلام يا صاحبي